ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اجتماعا لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة لاستعراض التحليل الوبائي لكوليرا وتطورات الاحتواء الوباء. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اجتماع مكتب الصحة العامة والسكان بتعز إدارة الترصد الوبائي مع المكاتب المعنية بالتعاون مع مكتب الصحة في مواجهة الوباء، وتم استعراض فيه التحليل الوضع الوبائي للكوليرا. وهذا الاجتماع الثالث والهدف منه هو الترتيب لمواجهة الوباء الأوبئة بشكل عام، ومنها الآن الوباء الذي ظهر في محافظة تعز وباء الكوليرا اللي سجل أرقاما أيضا تشير أن لابد أن يكون على في حالة استعداد، حيث بلغ عدد الحالات إلى اليوم 374 حالة، مؤكدة 122 حالة منها. طبعا نحن نعمل خطوات، هذه الخطوات التي قمنا فيها أولا دربنا كادر أكثر من 300 عامل صحة على مستوى من مديرية 17 مديرية المحررة، إضافة إلى أنه قمنا بفتح مراكز معالجة للحالة الإسالة وهي عددها 4 مراكز، الجمهوري والخليفة والمخاء و22 مايو، وأيضا مركز في أطباء بلا حدود في المخاء. هذه المراكز طبعا عندما ظهرت معنا حالات إيجابية كان من الضروري جدا أن يكون هناك أيضا مراكز تفتح لتقديم الخدمات واستقبال الحالات. قمنا أيضا بتزويد هذه المراكز بالعلاجات الأساسية والخاصة وفقا للبروتوكول العالمي لمعالجة حالة إسهالة الماء الحادة من مخازن مكتب الصحة والسكان. عملنا عدة اجتماعات مع شركاء التنمية الصحية، شركائنا المحليين والدوليين، من أجل حشد الدعم والمساندة لنا في مثل هذه مواجهة هذه الأوبئة. قمنا أيضا باستعداد تفعيل غرفة طوارئ العمليات على مستوى على مدار 24 ساعة تتابع الحالات وتتابع لجان الفرق الاستجابة الطارئة على مستوى المديريات والمراكز الصحية. بلغ عدد حالات الكوليرا 374 حالة اشتباه وحالتا وفاة ووفاة بمديرية موزع وحالة وفاة بمديرية المظفر. تتفاوت الحالات الإصابة المؤكدة من 18 مركزا بالمديريات التي تم اكتشاف فيها حالات مشتبهة بحسب التحليل للوضع الوبائي الذي رصده إدارة الترصد الوبائي بالمحافظة. الاجتماع مهام جدا مع المكاتب التنفيذية ذات العلاقة في مواجهة وباء الكوليرا، وبالذات التربية وصحة البيئة والنظافة والتحسين والمياه والأشغال. هذا المكاتب لها دور فعال في مواجهة وباء الكوليرا، حيث معظم الإصابات هي كانت بسبب ممارسة سلوكات خاطئة، سواء بعدم غسل اليدين أو أكل الأكل المكشوف في الشوارع، واختلاط بعض المياه بمخلفات الصرف الصحي التي لها دور كبير في انتشار هذه الحالات الوبائية الكوليرا. برئاسة محافظ محافظة تعز، مكتب الصحة يجتمع مع المكاتب المعنية من أجل الحد من وباء المنتشر من مرض الكوليرا الذي يحتاج تكاتف الجميع من أجل الحد من انتشار هذا الوباء الذي بدأ وظهر في محافظة تعز. نعيم خالد لقناة عدن فضائية تعز.